السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شهي مع درساف. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد البريوش أكثر من رائع، كيجي جديد بزاف وخفيف مثل القطن أو لا أخف من القطن، في واحد الخفة عجيبة والمذاق ولا أروع. غادي نحضروه بطريقة اللي هي سهلة جدا، وغادي نسقيوه بواحد الخليط اللي كنقول ليه انا الخليط السحري، لانه كيعطينا واحد النتيجه فعلا سحريه. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وما تفلتوش هذا الفيديو لانه فعلا يستحق المشاهده. وبسم الله، بالنسبه للمقادير غناخذوا العبارات كاملين بنفس الكاس. غنحتاج كاس الا ربع من السكر، نصف كاس من الزيت، كاس من الماء الدافئ، كاس ونصف من الحليب الدافئ كذلك، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة مملوءة من الملح، وغنحتاج الدقيق الخاص بالحلويات أو الدقيق نوعية جيدة ما بين 700 حتى 750 غرام، أو سبعة الكؤوس حتى سبعة الكؤوس ونصف على حسب نوعية الدقيق. أول حاجة غادي ناخد واحد البول فاش غادي نعجن. غادي نخلط السوائل في الأول، غادي ندير الحليب مع الماء الدافئ، وغادي نزيد السكر والخميرة الفورية، وغادي نخلط جيدا حتى تدوب ليا الخميرة. من بعد غادي نزيد نصف كأس من الزيت ونخلط جيدا، ومن بعد غادي نزيد الملح ملعقة صغيرة مملوءة من الملح، ومن بعد غنبدا كنجمع بالدقيق. بالنسبة لكمية الدقيق غادي تاخد لكم كي قلت لكم ما بين سبعة الكؤوس حتى سبعة ونصف من الدقيق، لكن دائما كيبقى على حسب نوعية الدقيق واش كيشرب او لا. المهم انكم غتبقاو كتزيدوا الدقيق بشويه بشويه حتى كتحصلوا على بريوش اللي كيكون كيلصق في اليد. هذا البريوش ما كيبغيش يجي ثقيل، ضروري العجينه تجي كتلصق في اليد. وحنا من بعد راه غنبقاو كندهنوا يدينا بالزيت باش هكا ما تلصق ليناش في يدينا ملي نكونوا كنخدموا بها. غادي نعطيها الدلك واحد دقيقه او جوج، يعني ما هذا البريوش ما كيحتاجش انكم تدلكوه بزاف، غير واحد شويه كنبقى كنضربوه بحال كنصوب العجينه ديال السفنج. المهم انه كي قلت لكم العجينه اللي كتكون سهله التشكيل ولكن كتلصق واحد شويه في اليد. ممكن كذلك تعجنوها في العجانه الا بغيتوا انكم تسرعوا العمليه، او لانكم بغيتوا تكونوا تحيدوا عليكم الخدمه بسرعه. من بعد ما كنعجن هاد العجينه وكندلكها واحد شويه، غادي ندهنها بالزيت وندهني يديا بالزيت باش نهزها بكل سهوله، وناخذ واحد السوبيره او لا شي حاجه باش غادي نخمرها، ندهنها كذلك بالزيت ونغطي عليها او نسد عليها ونخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها تماما. بالنسبه لوقت التخمير فهو كيبقى على حسب الجو عندكم كيف داير، يعني الا كان الجو دافي راه دغيا غادي تخمر، كان الجو بارد راه غتخليوها واحد المده، المهم انها تبقى حتى كيضاعف الحجم ديالها تماما. من بعد غادي ندهن البلون دو طرافاي بالزيت، ندهن العجينه بالزيت هكا لانه العجينه كي قلت لكم خفيفه وكتلصق في اليد، وباش ما تبقاش كتلصق ليا كندهن بشويه ديال الزيت، وغادي نشكل منها كريات اللي هي صغيره الحجم، كريات قد المشمشه تقريبا هكا باش يجينا البريوش، يعني فيه بريوشات غير صغيرين وباقي من بعد غادي يخمروا وكيضعف الحجم ديالهم. بغيتوهم كبار ممكن ديرهم كبار، هذا القياس راه ممتاز. غنشكلهم دائما باستخدام الزيت. من بعد غادي نبدا كنشكل كل كره كنبسطها واحد شويه بيديا. وبالنسبه للحشو فانتوما كتعمروها باللي عندكم واللي بغيتو، ممكن ديروا الشوكولات، ممكن ديروا المربى، ممكن تخليوهم غير هكاك ماشي مشكل، غير هكاك كيجيو رائعين. وكذلك ممكن ديروا حتى شويه ديال الجبن. من بعد كنجيب واحد المول دائري او المربع على حسب الرغبه اللي غادي نخدموا فيه، غادي ندهنوا بشويه ديال الزبده، الا عندكم المول كيلصق تقدروا ديروا ليه بابي كويسون. ومن بعد غنبدا كنستف البريوشات اللي كنعمر كنديرهم شويه مقاربين حدا بعضياتهم او لا بيناتهم واحد شويه تاع الفراغ، من بعد هما ملي غادي يخمروا راه غادي يتلاصقوا ويتنفخوا. ملي كنعمر المول غادي نغطيه بالفيلم اليمونتيغ او لا بشي بلاستيك وبشي فوطا ونخليه حتى كيضاعف الحجم ديالو تماما. بالنسبه لهذا البريوش اللي بقى عندي درتو في المول الصغير كنعمرو بالجبن، الاول عمرتو بالشوكولاط وهذا كنعمرو بشويه ديال الجبن، اي جبن عندكم سواء الكيري او لا غير الجبن المثلث او لا الجبن العادي ديال الدهن لكم الاختيار. كذلك غنخلي هذا المول في مكان دافئ، غادي نغطيه مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو تماما. وغندوزو لاهم حاجه وهو الخليط السحري اللي غنسقيو به هذا البريوش. غادي نحتاج فيه اولا ياغورت طبيعي بدون سكر،
نصف كأس من الزيت، نصف كأس عنبة ما يعادل 80 مللتر، جوج بيضات، ربع ملعقة صغيرة من الملح، وجوج صاشيات من سكر الفانيلا أو لا القليل من نكهة الفانيلا. هادو هما المكونات ديال الخليط السحري واللي كيخليونا هاد البريوش يجي عجيب، يعني كيف القطن تماما وخفيف اكثر ما ممكن توقعوا، وحتى المذاق كيعطي واحد المذاق اللي هو اكثر من رائع. غادي نخلط هاد الياغورت، قلنا ياغورت طبيعي بدون سكر، مع جوج بيضات، مع نصف كأس من الزيت، مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وسكر الفاني. ما ننساوش الملحه، هي اللي كتخرج لنا المذاق دائما، كتعطينا داك الطعم الزوين، او هي اللي كتخرج لنا الطعم ديال الحاجه. غادي نخلط هادشي جيدا حتى ما كيبقاش ندير خيوط ديال البيض، وما تخافوش من البيض، راه ما كيكونش المذاق ديالو نهائيا. خلطت هذاك الخليط جيدا جيدا جيدا. من بعد غادي نجيب البريوش اللي كيكون اختمر للمره الثانيه، وضروري تضاعف الحجم ديالو تماما. من بعد غادي نسقيه جيدا، يعني بشكل متساوي بالخليط اللي عندنا، كندهن ليه في الاول الوجه، عاد من بعد كنسقيه كله بهذا الخليط السحري اللي درنا. ضروري نكبو بشكل متساوي في كاع القناه، وندهن ليه الوجه ديالو كذلك، وغير شويه باش ما طيحوش الخميره ديال البريوش. وغادي نرشو بشويه ديال الزنجلان، هنا راه سقيت حتى المول الثاني. وغادي ندخلو الفران اللي سخنته مسبقا درجه حراره متوسطه، دائما كنشعل اليمين لتحت وكنطلع البريوش ديالي الفوق حتى كيبان ليا تنفخ وبدا كيتحمر من التحت، عاد كنحمر ليه الوجه ديالو. المهم انه ما تضربوش عليه، ما تشعلوش عليه من الفوق حتى كيتنفخ مزيان وكيبدا كيتحمر من التحت، عاد كنشعلو الفوق. وهذا هو البريوش ديالي من بعد ما خرجته من الفران وخليته حتى برد، او لا تقدموه دافي لكم الاختيار، يعني على حسب الرغبه. كنعطيه واحد اللوين مذهب، ما تخليوش يتحرق، يعني نراقبوه، كنخليوه حتى كي قلت لكم تيتحمر من التحت، او داك يبدا كيتحمر من التحت، عاد كنشعلو ليه من الفوق باش يتحمر كذلك الوجه. وشوفوا معايا كيف كيجي، راه خفيف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. وداك الخليط اللي سقينا به كيعطينا واحد الريحه لهاد البريوش ملي كيكون كيطيب ولا اروع. وحتى المذاق كيجي عجيب، مذاق بنين بزاف. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا راه البيض، ما تخافوش من البيض، راه كيجي رائع، ما كيبانش المذاق ديالو نهائيا، يعني بحال كدهنوا بالبيض من الفوق ما كيبانش المذاق ديالو، بالعكس انه كيعطينا واحد المذاق زوين. وكي قلت لكم كيعطينا لهاد البريوش واحد الخفه، كيجي مختلف تماما على البريوش العادي اللي متعودين عليه. غير جربوه بهذه الطريقه، والحشوه ممكن ديروا الحشوه اللي عندكم، متاكده ان شاء الله غادي يعجبكم. وكيشتو راه ساهل في الخدمه وما فيهش بزاف ديال المجهود او التماره. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش كيف العاده باللايكات كتشجيع، وباش نعرف بلي راه الفيديو يعجبكم. كذلك ارائكم، استفساراتكم، اسئلتكم مرحبا بها دائما في التعاليق. وإذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. نقول لكم خليتكم على خير، الى اللقاء.